القياسات حاجه مهمه جدا في النادي الاهلي، زي ما احنا شفنا دور كبير في الحلقه اللي فاتت بيقوم بيه الجهاز الطبي بالنادي الاهلي من خلال التحضير من بدايه الموسم، وايضا في خلال المباريات. ايضا كمان وحده القياسات المشرف عليها اطباء في النادي الاهلي دي من الحاجات المهمه جدا. القياسات ما بتتمش في بدايه الموسم، لا، طول ما الموسم شغال كل 3 4 شهور في دايما قياسات بصفه مستمره. ده شيء اوصى بيه لجنه التخطيط وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب، ان الحاجه دي مهمه جدا. النهارده نشوف ايه النواقص للعيبه، سواء بدنيه سواء عضليه سواء كمان حتى تغذيه، علشان نقدر نطلع لعيب للدرجه الاولى. فالنهارده احنا بنعد لعيب من كل النواحي، فنيا قياسيا بدنيا طبيا كل النواحي. علشان كده هنروح نشوف مع بعض التقرير ده مع الدكتور ايهاب علي اخصائي التغذيه ورئيس وحده القياسات بالنادي الاهلي، وبعدها نروح لفاصل عشان استقبل بقى ضيفي الكابتن احمد سمير نائب رئيس قطاع البراعم في نادي انبي. احنا بالنسبه لنا دلوقتي بدانا في قطاع الناشئين في طفره في التغذيه والقياسات بالنسبه للاعبين، واحنا هدفنا السنه دي ان اللعيب او لاعب النادي الاهلي بيبقى جزء كبير من التحليل البدني بتاعه والتحليل الفني يبقى جزء منه ارقام. فاحنا بدانا بالقياسات البدنيه للاعبين، القياسات دي احنا بنعملها في الموسم 4 مرات. كل 3 شهور بنعمل القياسات، القياسات دي بتتعمل بنحدد لكل لعيب النسبة بتاعته، نسبة جسمه، نسبة العضلات، الجزء بتاع الأداء البدني، نسبة المية في جسمه، نسبة الدهون في جسمه، هل دوت متطابق مع كل لعيب بالنسبة لطوله بالنسبة لوزنه. كمان القياسات دي بنعملها كل 3 شهور وبتقارن بنفس الفترة كل سنة، يعني بعمل قياسات أول الموسم وبقارنها بقياسات أول الموسم في السنة السابقة، وبعد كده هقارنها بالسنة الجاية إن شاء الله. بنعملها 3 مرات، مرة في أول الموسم، وبعدين بعد 3 شهور، وبعدين مرة في نص الموسم، وبعدين مرة في آخر الموسم. بعد كده بنعمل تحليل أو بنعمل أناليسز للقياسات ديت، وبنقعد مع كل لاعب على حدة، بنقول للعيب أنت في من ضمن مميزاتك في حاجات معينة أنت كويس فيها، وبنعمل جريدنج أو بنعمل تقييم للعيبة. ومن ضمن الأشكال اللي احنا بنعملها ده شكل الأناليسز اللي احنا بنعمله للعيب، وبنعمل جريدنج بحيث أن اللعيب لو عنده حاجة كويسة دي اللي أنت بتشوفها باللون الأخضر بنقول له كمل، برافو عليك، أنت عايز تستمر على التحسن ده. لو عنده مشكلة زي ما أنت شايفها بيبقى الجريدنج باللون الأحمر، بنعمل له ألارم أو بنقول له أنت محتاج تشتغل، أو النقط دي أنت محتاج تشتغل عليها. ولو هو نفس النسب او نفس درجه الاداء البدني بتاعه زي الفتره اللي فاتت او 3 شهور اللي فاتوا بيبقى باللون الاصفر. كمان من ضمن القياسات اللي احنا بنعملها القياسات البدنيه نسبه تشبع الاكسجين بالدم، ونسبه تشبع الاكسجين بالدم بنعمله للعيب في بدايه التدريب وفي نهايه التدريب. في بدايه التدريب بيبقى في نسبه معينه من تشبع الاكسجين، وفي نهايه التدريب لو لقيناها اقل من 80% معنى كده ان اللعيب دوت محتاج قياسات تانية المفروض نشتغل عليها. من ضمن اللي احنا بنعمله السنه دي نتيجه للتطوير اللي بيعمله كابتن خالد بيبو ومستر مايكل، ان احنا بنعمل لكل لعيب بروفايل، او بنعمل حاجه اسمها بلاير بروفايل، او بنعمل حاجه اسمها ملف اللعيب. ملف اللعيب ده من ضمن البروجكت اللي احنا بنعملها، ان كل لعيب يبقى له الملف بتاعه، ايه الاكل اللي بياكله، ايه الادويه اللي بياخدها، لو اي لعيب بياخد اي مكملات غذائيه ايه اللي المفروض يتوقف عنه وايه اللي المفروض يكمل فيه، وفي نفس الوقت حتى الاصابه ايه فتره الاصابه اللي هو بياخدها، لان اللعيب التغذيه بتاعته اللي بياخدها وقت الاصابه غير التغذيه بتاعته اللي بياخدها في غير وقت الاصابه. فعندنا اللعيب في وقت الاصابه لازم بننزل بالسعرات الحراريه اللي هو بياخدها، وفي نفس الوقت بنديله اكل معين. بيبقى من ضمن البروفايل بتاع اللعيب دوت، اللعيب ده مثلا بيحب ياكل ايه، ايه الاكل المفضل ليه، ايه الاكل اللي ما بياكلوش، ايه القياسات الحيويه بتاعته، منها قياسات الضغط، تشبع الاكسجين بالدم، فتره الاصابه بتاعته وفتره الريكفري بتاعته، لو هو فتره التاهيل بتاعته بيبقى مدتها قد ايه، واكوردنج لدوت بنحط له النظام الغذائي بتاعه.